السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. ونقول للناس اللي موجود معانا وبتسمعنا أو بتشوفنا ويكون الدنيا عندها صبح نقول لهم صباح الخير، والناس اللي الدنيا عندهم ليل نقول لهم مساء الخير. هجاوب بعض الأسئلة اللي جت عندي على الموقع العربي، موقع الدكتور هلال العربي، اللي الدومين بتاعه اسمه arafili.com، مش arafil، arafili.com. للناس اللي ما تعرفش، انا عندي موقعين، واحد بيكتب اللغه العربيه اللي هو arafili.com، وواحد اللي هو باللغه الانجليزيه، ده خاص بالبيزنس بتاعنا الهلال ميديكال، hilalmedical.com، من باب العلم بالشيء للاخوه الاعزاء. النهارده بجاوب الاسئله اللي على الموقع، وفي النهاية أقول لكم إزاي تحطوا الأسئلة في الموقع، وما فيش أسهل منها أبدا، يمكن حتى أسهل من أنك أنت تحط على اليوتيوب أو أي مكان آخر. في طبعا الموقع عندنا تشات تقدر تحط سؤالك عليه، أو تحط سؤالك مباشرة في الموقع تحت الموضوع المناسب. في الموقع أفضل ليه؟ لأنك بتشوف المواضيع وبتقراها الأول وبتشوف الموضوع المناسب وبتحط تحتيه الفيديو، فبيبقى قريت انت الموضوع وكانت عندك فكرة، وممكن ما تسألش بعدها لانك تكون عرفت الاجابة. اول حاجة ببتدي بيها يومي افتح الموقع وارد على الاسئلة. ففي سؤال من اخ فاضل، السلام عليكم. مين ده بقى؟ السلام عليكم، اهو السلام عليكم دكتور. سؤال: هل لازم اعمل التحليل في مختبر البرج؟ هل لازم اعمل التحليل في معمل البرج او المختبر؟ يعني على اساس دول بقى مختبرات كبيرة. انا عملت في معمل تاني، انا من مصر، بس مش مطمن، حاسس انه بيدي نتيجة عشوائية. هل هذا ممكن يحصل وما يكونش عنده جهاز اصلا، على الرغم انه في مكان راقي، ولما سألت قال لي لا يا فندم ده جهاز وما فيش الكلام ده. يعني انا مش عارف بصراحة، هو وصلت الحد بالناس في مصر ما تبقاش عندها ثقة في مختبر بيديله نتيجة؟ يعني شوف بيقول ايه، هل حضرتك تعتقد ممكن حد يعمل كده ولا انا الان بس؟ يعني هو بيقول ايه، ان ما عندوش، ممكن يكون المعمل ما عندوش جهاز ولا حاجة، وعمل التحليل وكتب واداني النتيجة قال لي سلبي، وروح لتحليل الايدز. انا السؤال ده بسأله للناس اللي بتسمعني، هل ممكن ده يحصل في مصر؟ واحد ياخد فلوس، مختبر ياخد فلوس وما يكونش عنده الامكانيات ولا عنده الجهاز ويطلع النتيجة بدون ما يعمل التحليل خالص؟ هل ده ممكن؟ هل مصر وصلت الى هذه الحالة؟ هو بصراحة الناس معذورة، لان انا شخصيا كطبيب اعرف ان في حاجات في مصر بتحصل ما بتحصل في دولة اخرى في العالم على حد علمي. الله اعلم بقى اذا كان حد عنده معلومات تانية ولا. انا اعرف ان في مصر مثلا حاجات بسيطة، يعني لقب دكتور بصفة تكاد يكون بصفة رسمية بيعطى لغير الاطباء، وده الدكتور الطبي. كلمة دكتور في العالم كله بتعطى للطبيب الذي يمارس المهنة، ولا تعطى لأي مهنة أخرى سيان كانت أعظم من الطبيب أو أقل. مصر هي الدولة الوحيدة اللي في العالم اللي بتعطي هذا اللقب لغير الأطباء، ماشي؟ فبالتالي أنا ممكن أروح مكان مختبر واقول لي اللي فيه دكتور، ويبقى مكتوب عليه دكتور، لقب دكتور، ويكون اللي فاتح المختبر اساسا وبيديره فني، وممكن يكون فني خريج معهد سنتين، يعني حتى مش خريج كلية او 3 سنين 4 سنين، لا ده حتى بيبقى خريج بدون اشراف طبيب متخصص عليه. ده موجود في مصر من ايام، في اخر ايامي في مصر كنت بشوف قبل كده، يعني سنة 80 بشوية، كان ممنوع يفتح مختبر مثلا تحليل الا
طبيب اخصائي في التحاليل ويحط معاه فنيين. بعديها لقيت ان الدولة بتسمح او الناس كتير قوي فاتحة فني مختبر وفاتح، او خريج كلية علوم وفاتح مختبر، ماشي. وطبعا مع احترامي لكل هؤلاء الناس، بس في كل، انا بقارن بين مصر ودول العالم، في كل دول العالم هؤلاء الاشخاص لا يسمح لهم بفتح مختبر بطولهم، انما صحيح يفتحوا مختبر مع وجود طبيب، ماشي. فدي بتخلق نوع من عدم الثقة في دي حاجة. الحاجة التانية لما بنشوف في مصر برضو، ده مش شيء نادر، ان واحد بيمارس المهنة لمدة 5-6 سنين، وبعدين بعد 5-6 سنين لما يكون شاف وكشف على الاف من المرضى، هو عادة بيبقى ناجح بدليل انه بيستمر 5-6 سنين، وبعدين نلاحظ حد فتن عليه، حد اداله خازوق كده زومبا اتقبض عليه وقالوا له، وقال لك ليه ده مش دكتور؟ ليه؟ لان النظام عندنا في مصر غلط. يعني انت ما تخش، انا لسه معلش انا خرجت عن الموضوع معلش، لكن انا لسه كنت بكلم واحد استشاري بيتوصل معايا وبيكلمني وبقول له بيقارن يعني، فبقول له الفلبين الطب فيها كممارسه وليس كاشخاص كاطباء، كممارسه وكنظام افضل بكتير من مصر. وفي فرق لازم تفرقه ما بين ممارسه ونظام واشخاص. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا في مصر مثلا النظام الصحي متدهور، لكن في اطباء عمالقه، اشخاص عمالقه عباقره وليهم اسم عالمي، لكن كنظام صحي يعني انا كطبيب بقول انه زباله. مثلا حاجه تانية الناس تفهمها اكتر، النظام المروري في مصر ايه رايكم فيه؟ زباله صح، لكن عندنا خبراء في علم الترافيك وعلم المرور بدليل ان هم بيسافروا بره وبيستعينوا بيهم بره. يعني مين اللي عمل النظام المروري في السعوديه وفي دول الخليج؟ كلهم خبراء تقريبا، معظمهم خبراء مصريين. ففي فرق بين الاشخاص، ها، وان في اشخاص نوابغ وعلماء والنظام نفسه. فالنظام الصحي في مصر متدهور. فكان بيقول لي ازاي، قلت له انت راجل استشاري، هل معاك ترخيص مزاوله مهنه؟ هل عندك ترخيص وهويه اسمها مزاوله مهنه، ولا من يوم ما بنتخرج من الكليه على الشارع ونمارس على طول، سيان بقى احنا مؤهلين او غير مؤهلين؟ قال لي لا، ما عندناش حكايه مزاوله ممارسه مهنه. يعني الواحد بيخرج، معناها ايه الكلام ده؟ معناها انا، انت كمريض لما تروح عياده وخصوصا في الاماكن الشعبيه، ما بتلاقي في حاجه اسمها ترخيص مزاوله المهنه متعلق في جهه بارزه من العياده، فما بتبقاش عارف الشخص اللي انت رايح له ده دكتور متخصص ولا دكتور عام ولا مش دكتور من اساسه. طبعا اللي بتشوفها في بعض العيادات بقى الدكتور اللي عنده شهادات وعنده علم بيعلق الشهادات بتاعته، ماشي. الشهادات تختلف عن ترخيص مزاولة المهنة، ترخيص مزاولة المهنة تختلف عن الشهادات. يعني مش كل خريج طب مؤهل انه يزاول المهنة، فاذا في جهة محايدة بتؤهل الشخص انه يمارس المهنة. الجهة المحايدة دي موجودة في كثير من دول العالم، ومن ضمنها البلد الغلبان اللي احنا عايشين فيه اللي هو الفلبين. ما في انسان يقدر يمارس المهنه الا لما يكون عنده هويه زي البطاقه، زي رخصه العربيه كده حاططها في جيبه دايما. فنرجع لموضوعنا، ان اخونا، لا انت بص، نظريا يا طارق فوزي، اذا كان سؤالك ده صحيح، نظريا ما فيش مختبر في الدنيا، حتى لو ما عندوش الجهاز، المختبر اللي ما عندوش الجهاز وبياخد، وده وارد وما فيش مشكلة في كده، بياخد منك العينة، ده بيرسلها الى مختبر ريفرنس لاب، وده موجود وشرعي وفي كل الدنيا، ياخد منك العينة ويرسلها الى المختبر الريفرنس اللي هو متعاقد معاه او بيتعامل معاه، يعملوا التحليل هناك وتجيله النتيجة يديها. لكن عشان تقول ان في مختبر ممكن يضحك عليك، ده يعني شيء لا يمكن الواحد يتصوره ابدا، وإذا كان هيحصل فيبقى على البلد اللي بتعمل كده السلام. يعني بعيد تاني السؤال، وده شيء بصراحة غير محبذ إن الواحد
يعيد السؤال مرة واثنين، لأنه بيضيع وقت الناس ويفوت الفرصة على الناس اللي بتسأل إن الواحد يجاوب عليها. أخونا اللي بعد كده مسمي نفسه يحيى، إحنا أما بتيجي تحط سؤال في الموقع لا يطلبك الموقع إنك تحط اسمك الحقيقي، تحط أي اسم، المهم تعرف بنفسك عشان بعد كده أما تسأل سؤال تاني يبقى معروف أنت مين وقصتك إيه بالظبط. أخونا ده بيسأل دكتور هلال، هل تحليل المضاد بعد 12 أسبوع، المضاد بعد 12 أسبوع، 12 أسبوع ده يعني كام؟ يعني أكتر من 3 أشهر، يعني داخلين في 3 أشهر على 4 يعني 3 أشهر قطعي. تحليل المضاد بعد 90 يوم قطعي، فأظن 12 أسبوع دول تقريبا 90 يوم، 12 في 7 بقى، فيعتبر قطعي. تحليل الانتيجين فقط سلبي بعد 33 يوم ينفي الإصابة، الانتيجين بعد 28 قطعي، والمضاد بعد 90 يوم قطعي يا أستاذ يحيى. اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده دي اللي فيها الصورة بتاعتي دي إجابات يعني على الناس، يعني هم بينا لكم ان احنا بنجاوب على الناس تقريبا ما فيش حد إلا ومجاوبين على الأسئلة بتاعته. مصطفى، في واحد اسمه مصطفى، واحد بيقول ايه العمر؟ اتنين العمر 43 سنة، الوزن 85، الطول 175، يعني عندك حوالي 10 كيلو زيادة تبقى تشيله. حضرتك كنت عايز اعرف هل لقاح كورونا ممكن ان يؤثر على نتيجة الفحص بتاعت الـ HIV، وهل ممكن يؤخر ظهور الأجسام المضادة؟ نتيجة فحص الـ HIV السلبية لا يؤثر عليها أي شيء بما في ذلك لقاح كورونا، نتيجة الفحص السلبية لا يؤثر عليها أي شيء، يعني قطعية إذا اتعملت في الوقت المناسب الصحيح اللي هو بعد فترة النافذة. أما الإيجابية لا، الإيجابية إذا عملت تحليل للـ HIV وطلع إيجابي لازم تعيد التحليل تاني بعد شوية وتعمل تحليل تأكيدي. تحت اسم الفحص السريع، الفحص السريع الكومبو الجيل الرابع متى يكون قاطع؟ أنا عملت الفحص في ماليزيا بعد 7 أسابيع، الدكتور قال لي هذا الفحص قاطعي بعد 28 يوم، هل هذا صحيح؟ صحيح، 28 يوم زي ما احنا بنقول، والراجل الدكتور قال لك انه قاطعي. بعد كده في دوالي في رجلي، واحد بيسأل عنده دوالي في رجله، أنا مجاوب على كل هذه الأسئلة في الموقع، بس قلت إيه أجاوب عليها في فيديو لأن فيها بعض الأسئلة اللي ممكن تفيد الناس. واحد عنده دوالي في رجله اليسار وصل لحد فخده، ومن 3 أسابيع في عنده وجع وكده في الخصية الشمال، وفي احمرار وحرارة، راح لدكتور عام بدي اعرف اذا دوال الخصية، قال لي ما في شيء بس عندي عملية ليزر، الرجل بيقول يعني ان عنده عملية ليزر على رجله بعد شهر ونص، ووجع الخصية بسيط ويروح وبيجي، انا واقف او متسطح ما في وجع او بالعكس، بدي اعرف هذا الالتهاب ولا شو، هل ده التهاب ولا ايه؟ وهم بهولندا، وفي هولندا معقدين يعني احنا ايه معقدين، بدي اخد موعد من دكتور عام ولحتى يحولني على دكتور خاص، يعني احنا فينا طبعا ما نروح الى دولة فيها نظام صحي سليم نقول دول معقدين ومكلكعين وزي الزفت، زي هنا في الفلبين لما واحد ياخد حقن عايز ياخد حقن ما بيلاقيش حد يديله الإبرة، لأن ممنوع تضرب إبرة هنا في الفلبين إلا الطبيب والممرضة المرخصة، الممرض المرخص اللي عنده ترخيص، بس حتى لما تروح لدول برضو ما يضربوكش الإبرة. ليه؟ لأنه من غير ما يكشف عليك هتروح له بإبرة زي ما بتحصل كده في مصر ويروح ضربك الإبرة، لا عنده ملف خاص بيك ولا عنده معلومات عن الضغط ولا معلوماتك الطبية كلها مش عنده، طالما مش عنده الحاجات ديت يقولك لا مش هضربك الإبرة، هضربك ازاي؟ افرض جرالك حاجة وبعد كده سألوني اقول لهم ايه مفيش عندي اي معلومات عندك، فهنا نقول ايه يشتموا اصله حمار اصله مش عارف ايه، واخدين بالكم؟ لكن هو طبيا صح. فاخونا ده بيسأل ايه وجع الخصية ده، فالقاعدة اقول له ان القاعدة طالما الخصية الوجع فيها بيروح ويجي، لما بتقف بيروح ولما مش عارف تنام عدل بيروح، في بعض يبقى دوت مش نتيجة مرض ما او عدوى او التهابات، ده نتيجة عادات معينة في قعادك في لبسك في اي شيء بتعمله بيسبب لك هذا الوجع المؤقت، وان شاء الله تروح تعمل الليزر وتتحسن ان شاء الله، وما تزعلش من
من هولندا، هم مش معقدين وإنما هم ماشيين صح. السؤال التالي، واحد بيسأل عن تحليل الإيدز السريع، هل عمل تحليل الإيدز السريع الأجسام المضادة في المختبر، في مختبر طب عن طريق أخذ عينة دم من الوريد بعد 41 يوم كافي أم يحتاج إعادة التحليل؟ علميا يحتاج إعادة التحليل بعد 90 يوم، لأن احنا بنتكلم عن الأجسام المضادة. إذا كنت عايز تتأكد 100% يبقى إذن تعمل التحليل بعد 90 يوم حسب ما العلم والطب والجهات العلمية الموثوق بها بتقول كده، ماشي. لكن انت لو عملته بعد 40 يوم ده بيديك اطمئنان يصل الى 97%. كده انا خلصت الفيديو. لو حبيته خلصت الفيديو ورديت على بعض الاسئلة، لو حبيته تعرفوا ازاي تجاوب على الاسئلة خلينا نروح على موقع اكون انا طبعا مش مسجل فيه، عشان يعني واحد زي كده اهو الموقع ده مثلا هيظهر عندك بهذا الشكل. هذا هو الموضوع، بتنزل تحت في اخر الصفحه، تقعد تنزل 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 بعد المقال، بعد ما بتقراه ما لقيتش الاجابه بتاعتك او ما توصلتش الاجابه بتاعتك، وفي الغالب بتلاقي الاجابه واضحه لان بكتب وفي مخ الاسئله بتاعت الناس، فبالتالي اكيد هتلاقي الاجابه في الموضوع. لكن نفترض بعد ما خلصت الموضوع بتنزل تحت بتلاقي التعليقات او التعقيبات بتاعت الناس. كده وصلنا تقريبا، ايوه اهو كده، دي اصلا ادي اخر الصفحه. هي هنا تحط التعليق بتاعك بهذا الشكل ايا كان السؤال بتاعك، وهنا في البريد الالكتروني اختياري لو عايز يجي لك اختار، مش عايز بتسيب. وهنا الاسم، الاسم تقدر تحط اي اسم يميزك بس تلتزم بالاسم بعد كده عشان يبقى تاريخ الاسئله بتاعتك موجود والموضوع اللي انت بتتكلم عنه او سالت عنه قبل كده يبقى مفهوم ونقدر نربط الامور ببعض، ماشي يا اخوانا. بعد ما بتخلص خالص بتروح ضاغط اضف التعليق، بيوصل للتعليق وانا بجاوب عليه ان شاء الله رب العالمين. كده ابقى خلصت الفيديو، ونشوفكم ان شاء الله وانتم بكل خير وسلام، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لمشاهدة الفيديو، وما تنسوش الاعجاب به والاشتراك وأيضا تفعيل الاختيارات بالتشيك على الجرس حتى تأتيكم الفيديوهات أول بأول.